اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان وصولاً إلى معدلات عالية لم يعرفها اللبنانيون حتى في ظل الحرب أثر مباشرة على غالبية اللبنانيين من كل الفئات الاجتماعية. أيمن الشامي أحد هؤلاء الذين يعيشون يومهم بلا أفق يضمن لهم الاستمرار بالوظيفة في ظل غياب الأمن الاقتصادي والاجتماعي. أنا مشتغل بالمطاعم، تراجعت حركة كبيرة علينا، فآخر 3 أشهر 4 أشهر كتير زادت بسبب الأوضاع اللي صارت. صرنا هالشهر الثالث ما عم نقبض معاشاتنا، عم ناخد 100,000 50,000 كل فترة لنسيسر أمورنا. كمان حتى زوجتي كانت تشتغل، صار لها شي 4 أشهر كمان موقفة شغل. اضطريت كمان أنا أروح أشتغل بار تايم بالليل 5 ساعات لحتى أقدر عيل العيلة. يعني أنا ابن بيروت، أخذ قرض وساكنين بعرمون، ابني هون جبته على مدرسة بالشويفات، تكاليفها أقل، مستلزمات الحياة كلياتها غليت. يعني نفس الأغراض اللي كنا نشتريهم من السوبر ماركت من 4 5 أشهر لورا عم ننزل هلا نرجع نجيبهم، غليت الفاتورة علينا 40 50%. بمدرسة ابني عمر الأقساط، الكتب، الباص، كل شيء غالي. انخفاض المداخيل وفقدانها أكثر من 40% من قيمتها الشرائية بسبب انهيار الليرة والتلاعب بالدولار وارتفاع نسبة المصروفين من العمل، كل ذلك لا يدل إلا على تفاقم الأزمة الاجتماعية والأمنية ما لم يصار إلى حلول. في وقت حلول ومبادرات فردية في إطار التضامن الاجتماعي بات لها كبير الأثر في المجتمع اللبناني. كانت مبادرة كتير حلوة كوني أنا هون بالشياح، حبيت فرجي نحن منطقتنا مفتوحة لكل الناس، وكانت سبب إيجابي هيدي المبادرة لكتير أشخاص قصدوني من بيروت، من عين الرماني، من الأشرفية، وحتى في أصدقاء لقلنا يعني كانوا نعرفهم بس على الفيسبوك اتشجعوا وصاروا يجوا لعنا لهون وجربوا حتى حلقتنا. يعني اهلا اهلا مصمور، هي المبادره اللي نحن بلشنا فيها انه لما غلي اللحم كتير كتير فنحن غلينا شيء بسيط سعر اللحم، صار في زبونات يجوني غربيه من عين الرمانه من بيروت يعني كلهم. فاطمه قاسم، بيروت، الميادين.